إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله بلزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب الزجر، فمن فعل ذلك فقد استقام على الطريق المستقيم، وهو الطريق المعتدل الموصل إلى جنات النعيم. فقد أمركم الله بسلوك هذا الصراط والاستقامة عليه، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وأمركم أن تسألوه وتضرعوا إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهديكم إليه. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله، بأن يسدده في أخلاقه وأقواله وأفعاله. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم فهو الراشد المقتدي. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقد دعا بأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنيا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهداية التامة هي الهداية للعلم النافع والعمل الصالح، وهو الهدى ودين الحق. فمن عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو المهتدي إلى جنات النعيم. ولهذا لما ذكر الله ما أمر به وما نهى عنه من الشرائع الكبار في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فعددها وقال في آخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. من لزم هذا الصراط قبل الله منه اليسير من العمل، وغفر له الكثير من الزلل، وجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومر على جسر جهنم كلمح البصر، وهدي إلى الطيب من القول
وهدي إلى صراط الحميد. وإذا تبوأ أهل الجنة منازلهم قالوا مغتبطين بهذه الهداية ومثنين على ربهم بالتوفيق بها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، نحن على مقربة من رمضان، أيام يسيرات، فلنستقبل هذا الشهر الكريم بما يحب الله ويرضى من تعلم أحكامه والعمل بها والصبر عليها والبعد عما يغضب الله، وعلينا بالجد والمثابرة على الأعمال الصالحة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح، وعلينا الرضا بما يقدر الله علينا في هذا الشهر وفي كل شهر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وهذا من الدين، ثبتنا الله وإياكم على الكتاب والسنة. عباد الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين.